اندفعت الافراس العربيه الاصيله عمر الاربع سنوات فاكثر في شوط مفتوح الدرجات بمشاركه منى طربيه النايف، اليزيا منتصره الخالديه، جادي ديكارير، استادو سليل، رغدتش اسر، نور الفاضل اف، شعله النخيل ومحبوبه جود. هنا الافراس تمر من امام المنصه الرئيسيه والسباق يبدا بتصدر استادو سليل. من الخارج تنطلق ابنه عاصي بشعار سالم العايذي مع عبد الله الخميس، تخطف السياج في هذه الاثناء وتبدا الى اول المراكز نور الفاضل اف، ابنه اس دبليو زل بشعار فاضل العبد الله مع اياد الطريسي الى ثاني المراكز. هنا نشاهد منى ابنه تي ام فريد تكساس بشعار اسطبل الركابين مع علي الميموني تتقدم الى ثاني المراكز. ثالث المراكز لنور الفاضل اف بشعار فاضل العبد الله مع اياد الطريسي، بينما نشاهد المركز الرابع لرقم أربعة منتصرة الخالدية ابنة ليث الخالدية بشعار ابناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مع فهد الفريدي، فيما أيضا محاولات كذلك في المركز الخامس من إليزيا ابنة نيشان لعيد الشمري مع وجبرتو راموس. هنا السباق لا زال بتصدر استادو سليل ابنة عاصي بفارق من الأطوال في سادس حضور لها في المصيف. هنا منى بشعار اسطبل الركابين ابنة تي ام فريد تكساس تحاول تقليص الفارق، بينما منتصرة الخالدية تتقدم إلى ثالث المراكز المركز الرابع. وشاهد المحاولات للتقدم من إليزيا التي تحاول الدفع، وشاهد أيضا استحثاث لمحبوبة جود ابنة الفريدو في خامس المراكز. هنا المحاولات للانقضاض منتصرة الخالدية تبدأ من الخارج، فيما أيضا منى تدفع بكل قوة مع دخول هذه الأصايل للأربعمائة متر الأخيرة. هنا منتصرة الخالدية ابنة ليث تخطف الصدارة تذهب إلى المركز الأول، وفهد الفريدي يستحث للابتعاد أكثر وأكثر. هنا منتصرة الخالدية إلى المركز الأول في خامس حضور لها في السباق، ومنى تطارد بكل قوة، ومنتصرة الخالدية صاحبة التصنيف 72 توسع الفارق وتبتعد تبتعد 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 إلى الانتصار الأول في سجلها. ألف مبروك لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز. إذن منتصرة الخالدية ابنة ليث الخالدية والأم عادلة الخالدية تظفر بالفوز الأول في سجلها السباقي بعد